لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بكم هنا من ملعب أدرار من الملعب الكبير لمدينة أكادير لمتابعة واحدة من اللقاءات المهمة برسم الجولة 18 من الدوري الوطني. احتراف يستقبل من خلال حصرية أكادير ضيف فريق اتحاد طنجة، مباراة تعني شيء الكثير للفريقين في ظل الصراع كل طرف للتخلص من الوضعية الصعبة التي تنفذ من أيوب الأخضر بالرأس. هنا محاولة ارتداد فرصة في الخطورة، تسديدة من طرف يوسف باري ومتابعة من طرف مرباح حقايا. أول تسديد، أول تهديد للفريق السالم يوسف ماري. يوسف يختار التسديد، مقوسة دائرية بعيدة تغادر ركلة مرمى، يشير انطلاقها. فرصة في الخطورة عرضية من طرف سهير الواسي، ويتدخل كابيتان محمد الشيخي. يتدخل الكابيتان عبر الأشياء اليمنى بعيدة عن ماري. تغطية من طرف دفاع فريق اتحاد طنجة بروح رياضية كبيرة بين اللاعبين، وهذا شيء جميل بالرغم صعوبة ومن التشطاش. محاولة يسار اليوسف ماري والمتابعة من طرف مرباح قايا. يطالب بالخطاب فريق سقى المباراة في دار رغبة كل طرف للوصول لشباك الطرف الآخر. يضغط حسن التقدير ثم يضغط اتحاد طنجة. محاولة طنجاوية العرضية والتغطية الدفاعية، محاولة في الخطورة والتدخل من مرمدي الشرباوي. بسرعة مرمدي فادي بالشوق، فادي تسدد خطيرة لكن سارة سارة كرت، يعني كرت مقوسة ومتابعة من طرف مرباح حقايا. هنا التسديد، تمرير انطلاقة من حسن السرايبي. حسن العرضية خطيرة خطيرة، والحكم ماذا يقول؟ الحكم ماذا يقول؟ ركلة مرمى، الحكم يقول ركلة مرمى. عناصر اتحاد طنجة تطالب ركلة جزاء، الإيغتي يطالب قرار أمر طبيعي. تلعب ضربة الخطأ، فرصة خطيرة تسدد خطيرة، جول 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 جول. شمال الشباخ بشموخ الفريق السوسي الذي يريد العودة للواشية بهدف يأتي مباشرة بعد الطرد من وعلاج. تنفذ الكرة مخالفة، تستثمر برأسية والفرحة الجنونية في المدرجات السوسية من جانب جماهير حسنية غدير. هدف القاتل يقتل